للمزيد معنا من عمان الأستاذ عمر الفرحان مستشار المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. بداية مرحبا بكم أستاذ عمر. وزارة العدل في العراق قالت أنها تعتزم تنفيذ أحكام الإعدام ضد 21 معتقلا. يعني إلى أي مدى تمتلك هذه المحاكمات درجات النزاهة؟ أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم الإعدامات الجماعية المستمرة في العراق، حيث أعلنت وزارة العدل الحالية إعدام ما يرفع عن 21 مدنيا معتقلا لديهم. وعندما نقول قانونية وغير قانونية، وذلك أن إصدار أحكام الإعدام المعدومين استند إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب ولم يمنح المعتقلون فرصة الدفاع عن أنفسهم، فضلا عن أن هذه السلطات لم تنشر رسميا هوية الأشخاص الذين تم اعدامهم والتهم الموجهة إليهم، ولا حتى تمكن هؤلاء المعدومين من استمرار أو الوثائق الرسمية أو الإطلاعات الرسمية التي من خلالها يمكن إطلاق عليهم مدانون. وبهذا تكون هذه الإعدامات هي جرائم إبادة جماعية. هذه الإجراءات تأتي استمرارا عقد به وزير العدل الحالي من عدم تأخير تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين، وذلك لإجراء تصفيات جسدية بحقهم. هذه مسلسل الإعدامات الجماعية المتواصلة في السجون العراقية هو وطن حار في سجل حقوق الإنسان الذي تكون فيه العراق، وتكرار مشاهد الإعدامات الجماعية في العراق الحديث أصبح بلدا رائدا إقليميا ودوليا في عمليات الإعدام، ووسط فجوة هائلة بين واقع القضاء في العراق وبين يفترض أن يكون عليه وفق المعايير الدولية، حيث أن التقارير تتحدث أن العراق أعدم أكثر من 3000 مدني منذ عام 2015 وإلى الآن وفق محاكمات متسرعة ومشوبة بكثير من العيوب، منها عدم وجود أدلة ووفق إجراءات تعسفية وباطلة وانتزاعات الاعترافات تحت التعذيب. أوامر الإعدام الجماعي إلى ما مدى أو كيف تؤثر على المشهد في العراق؟ طبعا هذه الإعدامات بطبيعتها وبالشكل الذي تكون عليه دائما هذه تؤثر سلبا على نسيج المجتمع العراقي، وتكون هناك خاصة أن الفساد بلغ أوجهه في العراق، ومن وجوه الفساد وأبرزها هو القضاء العراقي، وهذا تتحمل مسؤوليته الحكومة الحالية والمجتمع الدولي نظرا لما تكون هذه عليه إعدامات جماعية من إبادات جماعية تحت مسمى الإطار القانوني، وبالتالي فإن الحكومة والميليشيات والأحزاب المتنفذة تقوم بافتعال هذه المحاكم الجائرة، وبالتالي تختص من المدنيين في أوسع نطاق لها، وبالتالي هذا الإجراءات تؤدي إلى أن العراق يفقد الكثير من مقدراته، يفقد الكثير من أهله، يفقد الكثير من أفراده نظرا لما تسببه هذه الإعدامات الجماعية بإنهاك العائلة العراقية وعدم توفير المعين لهم، وبالتالي تكون فترة الفساد وانتشار البطالة وغيرها من الآفات الجماعية والإنسانية في المجتمع العراقي. إذن ما الواجب على المنظمات الحقوقية اتخاذه لإيقاف هذه الممارسات؟ طبعا المنظمات الحقوقية عندما تقوم بكتابة هذه التقارير وتوجيهها إلى المجتمع الدولي وهي تنذر مسبقا أو تؤكد ما تقوم به القوات الحكومية والحكومة الحالية بالإجراءات هذه الغير مسؤولة، وبالتالي فإنها هذه المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الحقوقية تؤكد أن رسالتها وأهدافها نحو تحقيق العدالة وتحقيق مجتمع مستقر ومتمدن، إذا ما استجابت لها هذه المنظومة الدولية والمجتمع الدولي، والوقوف ضد هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة بحقوق الإنسان لا سيما ما يتعرض له المعتقلون في السجون العلنية والسجون السرية في حكومة بغداد، وهذا ما تقوم به واجب المنظمات الحكومية من وقف هذه الانتهاكات
إذا ما استجابت لها المنظومة المجتمع الدولي. شكرا لك أستاذ عمر الفرحان مستشار المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.